عشان خاطر كريم، عشان بالذات التجارب العلمية، وعشان اخد فكرة عن البيت لان انا يعني ما جيتوش قبل كده بصراحة، وبحب اصلا الحاجات يعني اللي فيها اثار. وعجبني قوي بصراحة العرض بتاع التجارب العلمية، يعني هو نفسه استفاد قوي. انا كنت جايباه وحاسة انه هيبقى صغير، بس بصراحة اللي شرح حلو قوي، حتى وصل المعلومات للي لسه صغيرين ما وصلوش للمراحل دي يعني في التعليم، فعجبني بصراحة. وإن شاء الله لسه مكملين، وإن شاء الله اليوم يبقى لطيف. يعني احنا جايين النهاردة نغطي الإيفنت بتاع النهاردة، هو عن عجائب العلوم والأبواب السماوية اللي أشرف عليها الجامعة الأمريكية. أنا عرفت الإيفنت النهاردة من خدمة الواتساب اللي أنا مشتركة فيها لبيت السناري، هما بعتولي الإيفنت وأنا رتبت الأوردر. بيت السناري الفترة الأخيرة بيقدم أنشطة ثقافية كثيرة جدا لكل الأعمار، وهو فعلا ساهم في الفترة الأخيرة أو في الكام سنة الأخرانيين في نشر الثقافة والوعي الثقافي للأعمار مختلفة. العرض بتاعنا اسمه عرض عجائب العلوم والقبة السماوية. هو العرض بيتم عن طريق الجامعة الأمريكية بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي. هو مشروع الهدف منه تبسيط العلوم وتوصيلها لطلبة المدارس بالمراحل المختلفة وللكبار المهتمين عموما. احنا جينا ندي العرض بتاعنا هنا في بيت السناري بدعوة عن طريق إدارة البيت. يعني Thank you.